خلي امك شدتنا واحد الحر ما بقيناش كنقدروا نصبروا بنار ولينا كنرتاحوا وما كنشدوا الطريق حتى كيظلم الحال. دخلنا لمصر بخير مرضوا لينا شي ناس وتوفوا شي وحدين الله يرحمهم. خرجنا من مصر لقينا غير الجبال والرمل لا طير يطير لا وحش يسير. دخلنا البشر ما موجودش حنا كنصيفطوا الرقاصة يسبقونا باش يقولوا لنا الطريق واش مأمنة ولا لا. رجعوا كيجري اش كاين قال لك قطاعين الطريق راه متربصين لينا من مورا الجبال اش غادي نديروا اش غادي نفعلوا ما عندنا سلاح ما عندنا باش ندافعوا. الشيخ مغار جات واحد الفكرة قال لك عطوني شي بهيمة وعمروها ليا بجميع الأشياء ديال تاع الطارت. عمرها بدل عويجو البشير هادل وتطوع وتم غادي عندهم وصل عندهم وهمهم باللي هو يا عطار وكيتسارى من دوار لدوار ومن قبيلة لقبيلة. تاقوا به قال ليهم ملي كنت في مصر لقيت واحد القافلة كانت غادية لمركش ولكن دابا راه بدلات الطريق وغادية السودان. تاقوا به هزوا خيلهم وشدوا الطريق باش يحصلوا القافلة قبل ما تدخل السودان ورجع وخا كبير مسكين في السن رجع سالم والقافلة ما توقعت لا هجوم ولا تعرضت لشي حاجة. ايوا زينب ناستي لا بغاك ننسى الدهنية شفت القصة كاملة. كنتينا قام قاري ولا قاري 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 صوري ولا انا بغيتي تشري الكتب شري الكتب كاملين. مرحبا مرحبا داود. مرحبا داود انا باغي نبيع الكتب راه ماشي باش نربح منهم انا بغيت نبيع الكتب ما يشريهمش مني تاجر واحد باش ما يديهمش لجهه وحده بغيت لي غادي يشري الكتب غادي يديهم لجميع الجهات باش يفرقهم والناس تستفد منهم وتفهم شنو واقع فهمتيني. لكن هاد الكتب راه شي نقدام بزاف. ايوا انا شتي الشري كيحقر في سلاوه ربعينو فيها اش قلت تحليك مزال. ايوا داود الا بانوا لك قدام وراشين اش بغيتي دير بهم؟ يا ما كلاش نطول عليك السي اسحاق انا ماشي نعطيك جمل محمل بداكشي اللي بغيتي حتى تشوف بعينيك. يا داود الله يهديك
انا راه ما كيهمونيش الفلوس، ماشي باغي نبيعهم باش نربح بيهم. انا بغيت هاد الكتب هادو ما يشريهمش غير تاجر واحد، يشريهم بزاف ديال التجار باش يوزعوهم بجميع النواحي باش الناس تستافد وتكون على اطلاع. ارحم ربي دي باباك سي اسحاق، انا راجل رباني اما تنخالفش الكلمه، هذا عهد مني. الكتاب ماشي انتينا، الكتاب ماشي يتوزع على بزاف الجهات، يعني يستافدوا منهم طلاب العلم. ايوا الا كان هكا غنمشيو نشوفو بعدا كاشنو جبتي لي انت. يا بسم الله يا عمش. يلا واش فراسكم علاش جمعتكم هنا اليوم؟ شي حد كيحول المجرى ديال الماء وبالتخبيه، وعلى حسب الخبر اللي جاتني هاد الحد منا وكاين معانا هنا. انا بغيت نعرف شكون هو. هو هذا. واش عرفتيه؟ اش دار لك فتاة؟ تكلم. جنية؟ غزالة مع راسك. بغيت غير نعرف كيفاش قدرتي تطلعي بالغشاش. قال لك الجن؟ وهاد الجن ديالك ما قالش لك بانني غادي نتزوج بيك؟ كلهم كيخافوا منك الا انا، حيت انا جن. وهاد الجن ما قالكش بلي الراجل اللي انا غنختار غادي يكون كبير القوم ولا ما يكونش؟ غادي نسولو. زينب ما قمرسي ياك ما كنا محمدان خلاك بلا نعس. حمدان تنتي شكون اللي داكع في حداك؟ حمدان سمعي سمعي، شو الكتاب اش تايقول على ديك العشبه اللي زرعنا البارح؟ تايقول كداوي الشقيقه والحمه وتتعطي حتى العطر. اش ما كاينش شي عشبه تما كتلاق الناس؟ ونعسي وخليني الناس. يلا تصبحي على خير. تصبحي على خير يا زين. إيزا شوفي هاد النبتة، هادي هي النبتة اللي زرعنا في الخريف. كنشوف الكتاب. ايه ولكن لونها ما كيشبهش النبتة اللي مرسومة في الكتاب. هذا هو المشكل، سريعه اللي جابها من الاندلس ما عطاتش نبتة بنفس اللون، ولكن انا متاكده بلي ابو الخير اشبيلي مجرب داكشي. واقيلا التربه ديال الاغماس هي اللي بدلت لونها. يمكن بدات الريحه تعطي. ايوا الحمد لله. زين ما عارف شر القبيله غتشد ريحه للقرطبه وسيقي ليا، وغادي نمشيو حتى لمكه ان شاء الله، والرجوع الاغماط غادي يكون على مصر القيروان وسجل مسا. هاد الرحله غادي تكون كبيره وشاقه، الله يستر. الكتوب غادي يبقى معاكم يرعاكم، وحموش راه عزاز، ولا قدر الله وقع شي مكروه كتبي لعمك ابراهيم.
كون هاني يا سيدي. زينب بنتي مولاتي زهرة الله يرحمها وصاتني عليها، قالت لي نديرها في عينيا وقلبي. شوف يا زينب، شوف بنتي، ما تديهاش في كلام الناس، راهم اللي في الهم، لانهم ما كيفرقوش ما بين العلم والسحر. الله يرضى عليك. المغارة فين مرسوم فيها الحيوانات؟ هي طرقت ولكين جات فرس الجبل، ولكن راه عامر بالقطاطعيه. غادي نمشيو ليها وقول الكتب ديما السلاح. كتب إيزا إيزا القصبة. ها الكتوب راك مسلح زعما ولا خفتي؟ علاش غادي نخاف؟ راهي ربا يسحق وصاني ليكم. ايوا نتوما غير غاديين مدربين، ما عرفتو كنتوش غادي نرجعو. فتا الكتوب إشبيلي قال فواحد الكتاب ما لقاش يعشوب، ما كان غير في عغمات. ايوا اش بيني وبين هاد الإشبيلي هذا؟ اش بيني وبين ماشي؟ تسكت الكتوب، سكت، خلينا نشوفها بعدا شنو غدير. انت شنو غدير؟ كاش غدشت؟ شوفوا شوفوا داكشي شحال زوين. زوين بزاف. اختي زين يلا نشوف حل. ثلاثة جمال حمرين، وريو لي يديكم، وريو لي يديكم. وعلاش؟ شكون اللي سمح لكم بهذا الحماق؟ فكرة بليدة. زين بالله يديك، هادشي اللي درناه راه من مصلحتك، باش الناس تأغمات تخاف منك وما يسامح حتى شي واحد يأذيك. مصلحتي؟ شوفي يا عزة، عمرني ما بغيت شي حد يخاف مني. تنبغي أغمات والناس داغمات، ما بغيتش الناس يخافوا مني، بالعكس بغيت الناس يحبوني ونخدمهم. وحنا نيتنا شفتو ما تنحاربوش الجهل بالخداع. هاد السحرة راه خطر علينا جميع، راكم شفتوا كيفاش طلعت بالغشاش. انت راه خطر عليك لانك كتبيع المجوهرات مغشوشه في سوق اغمات. وحتى انت. انا مالي؟ انا مالي؟ كتبيع الماشيه منفوخه في السوق. هاد السحاره غتجبد علينا بلا كاملين، خاصها تخوي المدينه، وبالخصوص على قبلك باش ما تبقاش حاسب الحقره.
على حق صداتك ورفضاتك. راه خاصك تلقى ليها شي حل. هاد السحارة إما بيا ولا بيها في هاد المدينة. ارجعوا عليا. هاد الهجوم على بيوت الناس ماشي معقول. خاصنا نتبينوا الخبر. وزيد الإسحاق خرج على بيته. يرجع ويكون خير. سيد الحاكم راه كل شيء باين. زينب السحارة وراه خطر علينا وعلى المدينة كلها. خطر. ملي يتكلم سيد الحاكم كل شيء لازم سكات. واللي بغى المشاورة صباحو يفتح. ما القناة غدا إن شاء الله في جماعة. فرقوا عليها الزقة. سمعك صبحتي مقلقه الكتب ودابا شكون اللي خاصو يتقلق؟ واش انا ولا انت؟ لا عجبتك هاد الفضيحه هادي اللي درتي لينا؟ ياك انت اللي قلتي لعطشوا الجمال باش يرجعوا للقصبه، وياك انت اللي شربتيهم الماء مالح باش ما يصبروش العطش ويرجعوا للقصبه، وياك انت اللي صبغتيهم، وانت اللي قلتي لي صبغ ثلاثه ديال الجمال حمرين بحال هذوك اللي خطات اختي زين في العيط. تيقولوا انا مير وانت مير، وشكون اللي سوق هاد الحمير؟ سكتونا وسكتونا من هاد الصداع يا روس البلا. دايرين كحله في حله وجه ما سكت زين من هاد الحصلة هادي. ايوا سيدنا وعدة. إلا اتفقت الجماعة على طرد زين بن أغمات ما عندي ما نقول. وأنا بنفسي غادي نتكلف. إنما علاقتنا به هو راه خاصها تبقى متينة. أنتم عارفين عم إبراهيم رجل شديد وما ساهلش. خاصنا نفكروا جميع كيفاش نخرجوها. اللي عنده شيري يأتيني به. كتب زين سير شوف لي هذيك إزا مع عثمان عطلات وصلت على شي عشوب ومازال ما دخلت. وكوني هي الأولى. لا لا دابا الكتب دابا. في غادي ونمشي نقلب عليه الزوار وتعطلت. نمشي انا وتبقى انت. وانت حمرتيني وانا الكتوب وزرك على الله ترى ندوخ قبيله وتجيني قليل انت عاك تعس وانت عاس عس حلي.
ثلاثة من التبيل من برغواطة. برغواطة أختي زينب هجموا عنا وخطفوها. أختي زينب أختي زينب أختي زينب. هاد الرموز اللي في هاد الغار ديال شي كنز وجبناك هنا باش تفكي فينا. هذا تلسم كنز وأنا قادة نفكو. كاين الجن ديالي خصو العشوب، غادي نمشي للغابة باش نجيبو. حنا نجيبوهم. جيبو ليا العشوب مشوك مولات النوارة الصفرة وشعلوا ليا العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عمي إبراهيم، أطلب حمايتك بعد الظلم والحيف الذي تعرضت له من قبال سكان أغمات. زينب، وازينب، واش كشفتي السر ديال هذاك المخطوط؟ هذا جلد غزلان الصحراء، هذا بلا شك غزال الماء، هذا راه ملكة الفيافي عند التوارك. هذا جلد غزال صغير في السن، وحتى حد من التوارك ما يقدر يقتل غزال صغير. هذه الفعلة هذه ما تكون غير ديال البراني. شوف 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 عيزة، الكتابة واضحة على ظهر المخطوط. شوف ايه وشنو مكتوب تما؟ الكتابة مرموزة. ايه وما واضح منها الا المرآة بالمحرات. كتابة مقروءة ولكن المعنى مفقود. تم المقصود من كلمة مرآة ولكن كلمة محرات كنت مازال محيراني.
الخيرات المعنى ديالو ما هو الا الخير اللي تيقطعو وقت العريض. ريحة الورد وريحة الخزامة ياك ما كرهتي دخلي شعرك طوال تبارك الله شتي يا وزيرة بنيتة الله يبيض سعدك والله يبعد عليك ولاد الحرام قولي امين امين يا يسا العام كانت شويه شاقه ولكن الحمد لله ميسوره. عندي لك واحد الهديه. هذا الفيل مصنع في اعماق الصين، واحد الوزير في الاندلس مستعد يعطي فيه اللي بغيت، ما غاديش نبيعو لي. هذا جبت لك هدية، وكل ما عندي في هاد القصبة كله لك. ملي مات امك الله يرحمها، انت اللي بقيتي عندي في هاد الحياة. علاش انايا كنضرب هاد البحور وهاد الفيافي والقفار باش تكوني مرتاحة؟ كبرتي يا زينب. ولكن ملي كنشوف وجهي في المرايا كيبان ليا ما تغيرش. فقيل هادشي علاش كيقولوا سحارة؟ ما تديهاش في كلام الناس، انهم لا يفقهون. هي فكرتيني، شنو هي القضية ديال المخطوط اللي دوليا عليه الكتب؟ داك المخطوط ابا راه كنز مدفون وفكيت اللغز ديالو. كنز ديال دريس أمزين اللي في مجات. وياك أبو مجات جات في طريقك لسجل المساء ولا؟ او شيخ القبيلة بغى يشوفك با يسحق. شنو بغى يدير بيه هذا تاني؟ وعط ليه هادي غير حيلة من الحاكم باش يسولع على المخطوط. إذا وشتي الحليب والتمر ولقاي شي طريقة باش تلاهيهم بما نسالي المخطوط واخا؟ وعيطي لي الكتب. هي الأولى هي الأولى. مرحبا، تفضل. أنا ما جايش باش نتفضل. ياك لاباس. سي إسحاق، راه خصنا نتجنبو هجوم برغوطة على أغمات في الوقت اللي بني فرن حتى هما تيهدونا. هاكا الكتوب تاجي البا يعطيها الحاكم أغمات. زينب عندها مخطوط كنز ملكية برغواطة،
يا اما غادي نسلموا ليهم المخطوط يا اما غادي يهجموا علينا. ايوا ونعم سيدي، هذا صفته اختي زين. هكذا مزيان، دابا غادي نتجنبو هجوم برواطة. يا بسم الله، حصلت على خير. زين، أنا صيفتي هذاك المخطوط للهاكم. ذاك المخطوط عبارة مزور. كيفاش مزور؟ مزور، هذا هو الحقيقي. إلا مشى شي واحد حاول يستخرج الكنز من الموضوع اللي حدد في المخطوط، غادي يكون آخر نهار في حياته. شتي زين، هادشي علاش كيقولها لك انت سحارة. يلا الله يصبحك على خير. تصبح على خير أبو. كيف كتعرفوا جميع وريكا كيحكمها الشيخ يوسف بن وطاس. اللي مهم في هذا هو ان الصيله ما بيننا وما بين وريكا خاصة تقوى، واقوى صيله هي صيله الدم. وهادشي اللي جمعتكم انا اليوم. الجماعه كتشاور معاكم باش نهديو الحاكم وريكا اجمل بنت في اغمات، وهي زين بن فزاويه بنت اسحاق الهواري. شكون اللي ما متفقش مع الجماعة؟ مزيان، اش بالك سي اسحاق في هذا الكلام؟ إذن كلشي متفق، زينب النفزاوية بنت اسحاق الهواري غادي تمشي محروسة حتى لقصبة وريكا، هادشي إن شاء الله نهار الخميس مع الفجر. هذا هو اللعب. الجماعة تتسول الحاضرين شكون اللي ما متفقش، وشكون يقدر يقول ما متفقش. وحتى انت اللي معني بالامر ما قدرتيش تقول ما متفقش. انا بنتي تفاجأت لان الحاكم بالزربة عطى الامر. الجماعة اللي تتغش تتقصر طريقها للهلاك. شنو دفا كيف قلك انا فرحان بهذا الشيء اللي وقع؟ خاب ظني فيك ابا، وتنتمنى ما تحضرش الخميس مع الفجر. Thank you.
حموش لا بس يا صاح بغيت شي حاجه ياك ما كنتي ناس لا 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 خوات علينا الدار حموش ما عرفتش ولي شنو وقعني علاش علاش خليتهم يقروا مصير بنتي رميتها لراجل اكبر من جده ما تقلقش السي اسحاق زيد ما بعقلها والله كون ما كانت مرضيه كون رفضات ولكن كان عليا انا نقول لا هاي الله يدير شي تاولتي على الخير دابا دير الله شي تاولتي على الخير وترجع إزا اش القدر والنصيب تيتفاهموا بيناتهم انا دائما كنت نحلم نتزوج بحاكم وقايد كبير هيا تحققت امنيتي لكن انا ما راضياش انا غير هديه زينب النفساوية جابوا لك هدية باش تزيد في بيت الخزين مع الأتات وطعام والزرابي كل ما تتملك ديالك ولكن أنا لا مش يمكن لك تستعمل زربية في عود السيف واش هاد الشي اللي أنا فيه تبغيه لبنتك أنا فاكية جنات قبل من وقتها جنان الجيران أنا فاكية من هي والشجرة في بلاد أغمات زينب اش غنقول لك ابنيتي حموش رجع وقال باك مريض وتزاد عليه الحال فيها باس ابنيتي اللي مشيتي شفتيه با مرحبا عندي لك واحد الهدية هذا كتاب عمزة الطب الأعشاب على يد أبو الخير الإشبيلي مستعد نجيب الإشبيلي من الأندلس هو توا بغي يجرب النباتات هنا بلاد أغمات زيرف ما بغيتش تكوني واخدة على خاطرك من جيتي نسولك واحد السؤال جاوبيني بصراحة واش مرتاحة مع الشيخ الوطاسي بالي مرتاح قلبي لا وش مسامحة لي يا بنتي
قولي يا سيد الشيخ، واش مصمودة تضعفوا لهاد الدرجة؟ اتفقوا بنيفرن مع مغراوة باش يجمعوا لها برغواطة، ديك الوقيتة غادي نولوا الصيد ساهل بالنسبة لهم. إذن حنا مهدين؟ مصمودة كاملة، بالخصوص أغمات. عرفتي عزة، الشيخ الطاس راجل كريم وزاهد، ولكن ما محتاجش المرأة، محتاج الواحد يتهلا فيه. أنا خايفة عليه، وخايفة على مصمودة كاملة، راه ناقصين الرجال والسلاح باش يدافعوا على أوريكا. وقتي زين، وقتي زين، وعزة وعزة وقتي زين. مغرب ورجوع على أوريكا ودخلوا القصبة. يلا نهضوا ميدو بالورم، يلا يلا وقتي زين. يلا راه عمر شي حاكم ديال أوريكا خاف من العدو، انا ما غاديش نمشي، غنبقى هنا يجيو يحاربوني هنا الا بغاو. زين سير معاهم، سير سير معاهم. ما بغيتش نهرب، غنبقى معاك. دي ناس كسيري، الوقت راه كيضيع، انا قد بيهم. هنشوفوا هذا اللي غادي يقد بينا، انت اللي غادي تقد بينا. ها ما تقتلوش، راه حاكم أوريكا. كان حاكم، أنا القوت المغراوي أمير أغمات، وقاعد الشي اللي تابع الأغمات من مصمودة. ديو وديو حتى هادي لعند الحريم ديالي الفاقمات. عندي شرط، يجوا معي هاد الجوج. يلا ديو. يلا زين زين، هاشي اللي بغيت، هاشي بغيت. سيدي سيدي سيدي، شوفي، سمعت بلي القوط غادي يدخل من الحرب هاد الليلة، ويمكن يجي عندك. خلي معاك هاد العطر، ريحتو كتسقاهم الشيطان ديال الشهوة. انت اللي جابوك من أوريكا؟ شنو سميتك؟ زين بلالة. هضرت معاك، سمعني مزيان، انا اللي كنحكم، وانتي عليك تطيعيني وتطيعي ولدي الامير القوط. اتفقنا؟ غادية تندمي. هذه هي زينب الأغمات، زينب صبحات بنتنا، عائلتها عائلتنا وناسها ناسنا. زينب
ما بقاش ضيفة عندنا. زينب محبوبة الأمير الكود، وبما أن الأمير كيحبها خصنا كلنا نحبوها ونعملوا أكثر من جهدنا باش نحترموها ونقدروها ونكرموها. زينب النفساوية بنت التاجر، الغزالة ديال أغمات، تكلموا لي عليك بزاف، قالوا لي سحارة ومغرورة. اش قضيتي بهاد السحور ديالك؟ خرجوك من دارك ولاحوك في الفراش ديال الشيباني. قولي لي كيف كانت الأمور مع الشيباني؟ اش كان كاين ولا والو؟ وي الشيباني. لكن ما تقلقيش، الكوت غادي يفدي لك كاع داكشي اللي ظهر. ما تخافيش ما تخافيش، انا راجلك غادي تولف فيني. خايفة ما نولفش ريحتك. ريحتي؟ مالها ريحتي؟ ريحتي كيخافوا من العديان والحبيبات ديالي كيعشقوها. ما عرفش كي كيديروا هاد النساء باش يصبروا على ريحتك. الحريم ديالي كلهم متنوعات، فيهم نصرانيات وفيهم سودانيات. غادي يكون عندي تقريبا واحد 35 ولد، والنساء ديالي كلهم زوينات وريحتهم زينة. عمرك ما شميتي بحال ريحتي. غنعلمك بزاف الحوايج باش نبداو شم ريحة شعري. مخلوع ما تخافش، غتولف مع الوقت. غادي نخرج الحرب هاد الليلة، انا غادي نمشي. اش من خبر حموش؟ ايوا كيما تعرف السي اسحاق، الكسوب اللي تيدير الزبيل راه كان مرهون في قصبة اغمات ديال الدارم، غير هو كان مرهون في الداخل وهما كانوا برا. عندك الحق، اغمات تلقرات. ايوا دابا الدور صورة سيدي، دابا الدور الدور. لازم الدور الدور، البلاد اللي فيها الغش والعجز والظلم
لازم تطيح. ترلغش في أغمات طاحت، ترلغش في أوريكا طاحت، وهاد الظلم ديال القوت لازم يزول. الحكم خاصو ميزان، كفة فيها العمل والعدل، وكفة فيها الإيمان والأمن. جلسو، ما جديش الحساب ديال الميزان، أنت جبتيها في راسك. ولكن يجبني كسكسو. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله سيدي، بسم الله. انا ما فهمتش هاد السحاره دايره فيك. ما بغات البرخه جات من الحريم وما قلت لها حتى حاجه. هادشي ماشي معقول. واش انت هو ولدي القوط اللي كنعرف؟ القوط اللي عمره ما خدع لشي حد؟ القوط اللي كانوا لما كيسمعوا سميتو كتخبطهم الرعده؟ فين هو القوط؟ انا خايفه عليك يا ولدي، خايفه عليك. ولكن امي قلت لك الا كنتي كتبغيها غادي تقضي عليك. انت سيد القوم، انت الامير. سير، انا عارفه اش غادي ندير. امي قلت لك سير، انا ما تبعتكش لهاد المدينه باش نشوفك كضعف والحكم ديالك كيضيع. يلا سير. القوت، القوت، اش تدير هنا؟ والو، غير كنت راكد. هاد الليله ماشي ليلتي. هي عارف، لكن ما عرفتش مالي، ما بقيتش كنقد نمشي نعس مع العيالات ديالي. زينب، شوفي من حالي، شوفي من حالي، انا مزوق فيك، نقصي لي شويه من داك السحور. انا راه باغي ندير معاك وليدات. زينب، الا جات على خاطرك يبقى هادشي سر بيني وبينك. انا مزوق فيك. واخا، يلا تصبح على خير. الطريق اللي عطيتك راه ما كانش ضد السم. هذاك راه عار رنج مع سبع شوب، وداك اللي عطى حتى هو هذاك راه ما كان فيه لا سهور لا والو. شي السهور الحقيقي هو تيقسك بنفسك. يلا بنيتي بالسلامة، تصبحي على خير. يلا بالسلامة. بالسلامة. أغمات دايرين بها المرابطين من كل جهة، واش دير راسك باش نهربوا؟ يا هاد الليلة يلا. ربي لا بغيتي، أغمات بلادي غنبقى فيها وغنموت فيها. السلام عليكم. اش من حق تتهجموا على حرمة؟ وشكون نتوما؟ بغاو يشوفوك. دخلهم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أبو بكر بن عمر أمير المرابطين، وهذا ولد عمي القائد يوسف بن تاشفين. تفضلوا. هدفنا هو نوحدوا المغرب ونرفعوا راية الإسلام. أنا زينب نفساوية بنت إسحاق الهواري قيرواني، كبرت تجار قيروان، وأنا مرات القوط اللي كسبها غنيمة في الحرب من بعد ما استولى على أوريكا، ومن بعد ما قضى على راجل الأول الشيخ الطاس يهدوني ليه جماعة أغمات. هاد القصبة تلحكم أغمات القوط. القوط هرب، دابا هي ملك اللي يحكمه بعدل وأمانة، وطموحهم هو توحيد المغرب. لهذه هي نيتكم، مرحبا بكم. مدينتنا محتاجة حكام حقيقيين. ديننا وتقاليدنا كيفرضوا علينا نحترموا المرأة. انتي هنا في دارك، أما احنا غادي نقبضوا الطريق للشمال، وفي أغمات تبقى فيها حامية من جنود مرابطين باش تبقاو في أمان. يا دا هما اللي كانوا دخلوا على القصبة وبدينا احنا نجريو هربانين. واش بغاو؟ بغاو الخير، يبغاو يجمعوا شمال هاد القبائل هادي اللي سايرين قتلوا في بعضياتهم، بغاو يديروا الاسلام، بغاو يشاركوا معنا الطعام، يبغاو كل الخير. ويز دورهم باللي يقولوا لهم المرابطين. زينب اش كديري وسط هاد العشوب؟ بحال ملي كنت صغير كنت نرتاح مع هاد الروايح. دابا هادي 3 شهور باش مات القوط على يد يوسف بن تاشفين في تلو. المرابطين ما منعينكش من دارك، دابا قصبت أغمات ولات ديالك، ولكن علاش ما كتمشيش؟ قول لي زينب، قول لي علاش ناوية؟ اللي تيعجبني في المرابطين هي الشجاعة والإيمان ديالهم. الشجاعة تتفتح طريق النصر، والإيمان تجعلهم محبوبين عند الناس. مرابطين عندهم أخلاق ومتواضعين، وشفت في عين يوسف بن تاشفين الذكاء وفي هيئته التواضع، وتيبان لي راجل زاهد في الدنيا. الأيام جاء مجموعة من الأعيان من المسبودة وكلهم كيطلبوا باش يتزوجوا بك. أنا قلت الري والشوار كيف قال زينب. تفضل اسي مصمودي. قدم نفسك. سميتي يعقوب، يعقوب بن علي المصمودي من اعيان سجل ماسة، والسن ديالي هو 40. سيقولوا بما تجارة القوافل غادا مزيان في سجل ماسة، اش تديروا باش تحافظوا عليها؟ حنا كنبيعوا ونشريوا في كل شيء، في الثوب. تنهضر على نظام السوق والطرقان. نظام السوق؟ ما فهمت. الكتب. شوف كيما داك السيد كان بغا يمشي. سي مصمودي غاتمشي دابا تنصيفطو من موراك. أزيد السي الزناقي، تفضل.
لي يا سي زناقي، علاش بلارج محبوب من كل الناس؟ بلارج محبوب انه كيعيش مع الناس، كياكل مع الناس. وعلاش؟ لحقاش. توب. كمل الهضره مع السي زناقي واللي درتي معاه انا قبله. سيزني هو بلي رج محبوب عند الناس، انه ما يضرش، ما ياكلش الزرع، ياكل غير الحشرات. ايوا وراه مزيان، هو يأس بالليل ولا حس بالغاشي من بعيد كيبدا يعبر بصوته ويهوت، وهو يعطي الحليب، يعطي الصوف، يعطي البيض. شوف سيزني ده هو كلامك. وهذا كلامك وهذا على سلامتك السي زناقي، تمشيت نصيفطو لك. الله يسلمك. شوف واقيلا راك محظوظ. شوف سير تنصيفطو لك. اسمح لي نسولك، علاش هاد 3 شهور تتخرجوا كل ليله واخا ما كاينه قمره تدخلوا حتى الفجر؟ كنخرجوا بالليل لان في الليل الجمال والخيل كيحفظوا الطريق ديال البلدان الغريبه عليها، وكنقلبوا على ارض اللي نبنيو فيها مدينه جديده تكون دار حكم المرابطين وتكون فيها حتى الدار ديالك. حتى انا محله في منطقه ما بين زميره وهلاله، لكن القبائل ديال هذه المنطقه كيتخاصموا على الارض اللي غتكون فيها المدينه. هذه المنطقه اللي اختاريتو خطيره، عيطوا ليها موركش، كاين هاد الجهة مهمة حيت قريبة لجبل الضرم اللي عامر بالسكان، وطريقو قريبة الحدود برغواطة. زينب، تكلمنا مع باك إسحاق وهو اللي قال لنا نجيو نشوفوك. من المعلوم أنه الغالب كيحوز مقر حكم المغلوب، وحنا من نهار دخلنا لغمات ما بدلنا والو، ما بغينا نغيروا حتى شي حاجه. هاد الدار دارك وما باغيش نحوزوها، ولكن بما انها هي مقر الحكم فغمات، اميري وبن عمي ابو بكر طلب يديك للزواج. تفضل معايا. كل اللي تتشوف يا سيدي هدية مني ليك، غتحتاجو باش توحد المغرب. هادي مقايضة. اش من مقايضة زينب؟ راك عارف يا سيدي اش تنتسناه بالمقابل.
أميرنا أبو بكر هذا مرسول جم الصحراء، صراع كبير نشم بين المتونة ومسوفة، المسلمين كيتقاتلوا مع بعضياتهم والناس كلهم خرجوا كيقولوا بلي سمحتوا في أرضكم وأهلكم. جلس. شهدوا على هذا الكلام اللي غادي نصرح به. انا راجع للصحراء، جزء منا محتاج لينا، ما غاديش نفرط فيه. زينب انت مره جميله ولطيفه، ما غاداش تقدري على القساوه ديال الصحراء، ولهذا كنطلب منك باش تزوجي بولد عمي القائد يوسف بن تاشفين اللي غادي نعينو خليفه ديالي على شمال المغرب. يوسف هادي مرة عندها المال والجمال والذكاء، ما غاديش ندم عليها، تذكر على الله. ونص الجيش اللي خلى لي في الشمال ما كانش كافي في الاول باش ندخل في حرب مع برغواطة. امير يوسف انت عندك الحنكة السياسية والذكاء باش تخلي القبائل كلها توحد مراك. ما كافيش الحنكة السياسية يا زينب، انا اللي خلاني ماشي هو توحيد القبائل، اللي خلاني هو يوقع لي موقع لأبو بكر في الصحراء، لأن الحنكة السياسية ما كافياش إلا ما كان هذا التوحد مبني على وحدة العقيدة، ماشي كل حكم مبني على العدل وعلى نظام إسلامي يحكم بشرع الله. جايزة أمير يوسف في 4 سنين تمكن على توحيد الشرق والجنوب، هو القائد اللي كان محتاج ليه المغرب، هو الراجل اللي كنت كنحلم به. أختي زين برسول جا من عند عمك إبراهيم. يا
يوسف، جاتني رسالة من عمي إبراهيم الجنوب. أبو بكر باغي يرجع لأغمات وناوي يعزلك من شمال المغرب. أبو بكر هو الأمير وما عنده حتى شي سبب علاش غادي يعزلني. أنا ما قصرش مجهدي باش رفع راية المرابطين. أبو بكر كنعرفو مزيان، هذا كل عمي، رجل مدين وعنده غير على هاد البلاد وقلبه طيب. هادوك يكونوا غير الخطط ديال داك الطماع اللي عولين يستولوا على كل ما بنيتو. واش غيتخلي الطماع يتغلبوا عليك؟ لا ما يمكنش. ولكن كيفاش نواجه ولد العم والامير؟ اسمع ليا مزيان يا يوسف، غتمشي تلقى لولد عمك قبل ما يدخل الاغمات. سير عنده بالجيش، سير محمل هدايا اتات والطعام. وما تنزلش من العاو باش تسلم عليه كيف جرات العادة. السلام عليكم. وعليكم السلام. علاش هاد الجيش معك؟ باش يحميني من العدو. والجمال اللي محملة هاديك هدية مني ليك، فيها أتات وطعام تعاون بها على قصوات الصحراء. يوسف ولد عمي نزلوا نتفاهموا. وما تنزلش من العود باش تسلم عليه كيف جرات العادة. كونوا منشود، أنا كنت نازلك على إمارة المرابطين، ودير ما بجهدك باش تبقى قريب للرعية وحكم ما بين الناس بالعدل والمساواة. والله ينجينا جميع من عذاب النار. أنا غادي نرجع للصحراء باش نسير أمورها. الغيبة على مراكش مدة طويلة، بقى ما استقرتش الأمور في الشمال والشرق، وهنا اليابان حتى نشوف القبائل كاملة مجمعة وأصبح المغرب بلد موحد. أنت ما تجهديش راسك، أشارك هذا. مراكش أمانة بين يدي، لازم نقضي الواجب في غيابك. انت قيمة بالواجب أكثر، انت بعمل الواجب عليك، تراعي نفسك. تبقي على خير.
كبير يوسف. مطلوب هو تقصد مات القبائل ما تضيعش الوقت والجهد مع القبائل الصغير اللي تبعي. باش الهجوم يبقى أعمر مكتوم بالعالية حتى توصل الراس العين. ملك راس العين تيتحكم في المجاري. أمير يوسف دائما كان عندي واحد الحلم، هو يصبح المغرب الموحد. ودابا تنأمن هاد الحلم يتحقق بفضلك. التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بشوية غير بشوية عليك. زيد زيد كتاب كتاب زينب. اسمع المجلس، بزاف الأمور خصها تدار في غياب الأمير يوسف. وين يكونوا مجموعين يا زينب؟ الله يهديك الله يهديك، راك وحنا في راسك، عطي الراحة لنفسك شوية. كليش نرتاح قبل ما نشوف البلاد في أمان. يوسف الشمال سيكمل الفتوحات، لازم جنود مراكش يتحركوا في وسط البلاد والجنوب. ابني مراكش خصو يكون متقون. واخ واخا، ولكن غير بشوية غير بشوية هكذاك. زيد حاولي على راسك شويه، حاولي على راسك شويه زين. واه سيدي شويه سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه على نبينا الكريم. دام النصر لامير المسلمين يوسف بن تاشفين. بناء قنوات الماء هي اول حاجه خصكم تفكروا فيها. الماء مهم راحة الناس في مدينتهم. راه صناع الأندلس طريقهم لمراكش. خرسوا الشجر، كثروا من الحدائق، راهم أساسيين يدخلوا بهجة الناس.
يوسف الأمير والحبيب، أهنئكم على نصركم وتوحيدكم لبلاد المغرب. لقد رفعتم راية مرابط عاليا، نصركم الله وراءكم. يوسف الأمير والحبيب، أهنئكم على نصركم وتوحيدكم لبلاد المغرب. لقد رفعتم راية المرابط عاليا، نصركم الله وراءكم.